أنا أتوجه لزملائي الفلكيين في جميع أنحاء العالم العربي والإسلامي بأنه من خلال الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك ومن خلال اللجنة أو الاستشارية الكبرى على مستوى العالم الإسلامي اللي تعقد اجتماعاتها عن طريق الأسيسكو في المغرب في الرباط، أنه لابد من توحيد الطريقة التي يتم بها إعداد التقاويم الإسلامية وأن نزيل هذا الخلاف بيننا كفلكيين. فإذا اتفقنا كفلكيين ووحدنا التقاويم 100% إن شاء الله سوف تتحدث. قبل ما أنقر الحديث عنك، أنت معناته الآن توقع أنت أنه رمضان في ليبيا يوم الثلاثاء حسب الطريقة، حسب مركزين على فلكياً ها ليبيا أستاذ، مركزين على ليبيا يعني. لا ليش؟ لأنهم طريقة شاذة، الطريقة الأخوان اللي تستخدمونها الأخوان في ليبيا طريقة على أساس في بعض الأحيان أن يعتقدونها ناحية سياسية. هي ما هي ناحية سياسية، هم فلكيين الليبيين نفسهم مقتنعين بهالشيء. هناك أوهام أن في شيء سياسي، ما في شيء سياسي، ما في شيء سياسي. هذه نقطة أساسية. النقطة الثانية أيضا أنه لابد من التوحيد. شيخ فوزي عندك تعليق قبل ما يخلص البرنامج؟ أنا أعتقد أنه لا بد من السعي إلى قضية توحيد الفلك أي الهلال في بالذات في أيام العيد، ولكن تحميل المسألة أكثر مما تحتمل لا ينبغي. يعني نحن نسعى ونطلب ذلك، وأظن أنه لو تم تجميع الفلكيين إلى جانب الفقهاء يعني واستفاد الفقهاء من خبرة الفلكيين في هذه الجهة، كان ذلك أدعى إلى أن تكون الرؤية أكثر دقة، وينبغي أن نسعى في هذا الاتجاه. لكن لو لم يحصل، القضية ينبغي أن يتعامل معها بحالة من الانفتاح في أقل من 5 ثواني. تفضل. أقول باختصار أن طبيعة الشريعة هي عربية عند الفلكيين والفلاسفة، أن مصطلحات الشريعة في مشهدة ورأى وأبصر هي عربية، نعود لطبيعتها كما قال الشاطبي. نريد أن نصل إلى حل، لأن التطور التكنولوجي الآن باختصار خلص العين والتلسكوب والحساب، الآن أضيف إليها حاجة حصلت في السنتين القادمة هذه، التصوير بالديجيتال يصوروا في الظهر، فأرجو من الفقهاء أنهم يحلوا المسألة. شكرا يا شيخ عايض، شكرا دكتور حسن، شكرا شيخ فوزي، شكرا شهد علي، بارك الله فيكم إن شاء الله.